دول ولاد الموجي والله. دي انغام ودي غنوة محمد الموجي. قالت لي انا من الاول ما انا دنيا صابر على المقصود بصرت وانا جمرت لحظي شريف. اغني لكم رساله من تحت الماء. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الفنان الكبير ومشواره الفني عبد الحليم حافظ، وكما قال حبيبي الأستاذ الغالي الأستاذ وسيم فريد، عبد الحليم يحتاج لمئة حلقة. أهلا بك أستاذ وسيم. أهلا وسهلا أخي حسن، شرفتني في الحلقة الأخيرة، وكنت بتمنى قصة طول لأنه اللقاء معك جميل، وخاصة عم نحكي عن العظيم عبد الحليم. هدول الكبار ما بينشبع منه أكيد، لهم حلقات كتير. هدول كل لحظة عاشوها بنعمل عنا حلقة. إن شاء الله اليوم بتكون الخاتمة، الحلقة الثالثة عن العندليب، بتكون إن شاء الله جميل كتير كتير وموفقة بإذن الله. أكيد بوجودك. طبعا في هذه الحلقة سوف نناقش الفترة الأخيرة في مشوار عبد الحليم حافظ، فترة السبعينات. وأنا أتصور في هذه الفترة عبد الحليم سما لدرجة من النضج الفني، ويعني عبقرية قليل من الفنانين سواء في الشرق أو الغرب يوصلون هذه المرحلة. أستاذ وسيم دعني يعني أسمي لك بعض أعمال عبد الحليم في فترة السبعينات، وبعدها أترك لك المجال لتجود إلينا بعلمك الموسيقي وفنك. في 1970 قدم عبد الحليم حافظ زي الهوى، والناس قالوا يعني معقول عبد الحليم بيطلع شيء أحلى من زي الهوى؟ وصل القمة. زي الهوى يا حبيبي. جات سنة 1971 قدم لنا أغنيتين، موعود ومداح الأمر، وطبعا نجحوا نجاحا باهرا، وقالوا الناس خلاص عبد الحليم بلغ القمة، وهذه ما في شيء أحلى بيطلع أكثر من هذا الأغنيتين. موعود عاشق ليالي الصبر مداح الأمر. جاء عبد الحليم في سنة 1973 قدم 3 أغاني، يا مالك كان قلبي، ورسالة من تحت الماء، وحاول تبتكرني. يا مالك كان قلبي، إن كنت حبيبي أنا. نفس الشيء جينا 74، عبد الحليم غنى قدم أغنيتين رائعتين جدا، فاتت جنبنا وأي دعمة حزني له، والناس قالوا معقول عبد الحليم بيقدم شيء أحلى من هالأغنيتين؟ عايشين سنين أحلام جنبنا. وجه سنة 1975 قدم لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية. لو حكينا يا حبيبي يا حبيبي. وطبعا في سنة 1976 قارئة الفنجان. جلست والخوف بعيني. تفضل أستاذ وسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العندليب الأسمر مثل ما تفضلت، لو أطال الله بعمره العبد الحليم بالسبعين وما فوق أصبح هو نجم الغناء والطرب في العالم العربي، وبقي المتسابقون
كفرق الفوتبول، مين بده ياخذ الكاس، كانت بين بليغ والموجي والاستاذ عبد الوهاب، بعد انه كمان ريحوا كمال الطويل ومنير مراد. ما عاد في غير عبد الحليم، لانه عبد الوهاب اللي بده يغني ما عم يغني، صار بده يعطي قوته لعبد الحليم حبيبه ورباه، وعبد الحليم بيموت عليه. بليغ كذلك قبل ان يجد ورده ما عنده ضاله وما عنده الالحان العظيمه الا بصوت العندليب. كذلك الموج، كل واحد صار بده يقدم شيء، بده يفرجي انه انا الاقوى. هون صاروا يتسابقوا على صوت عبد الحليم، وعبد الحليم قال لهم تفضلوا اعطونا منشوف بقى من الاقوى. هون صارت القوه عند عبد الحليم. طبعا زي الهوى لحن لا يشبه اي دمعه حزن ولا يشبه مداح القمر، لانه زي الهوى دخوله لحاله مدرسي من اللون الشعبي الفلكلور المصري الراقي، يرجع يعطيه مداح القمر قمة الطرب. حتى إن جاء عبد الوهاب، عبد الوهاب لما عمل فاتت جنبنا، طبعا عبد الوهاب قلنا لك هو بيتفلسف بالموسيقى، ما بيريد حدا في العالم الموسيقى اللي بده يعملها حدا بيعرف يعملها مثله، هيك عنده. أخذ قوة من عبد الوهاب، قوة من بليغ، حتى إن قتل موج العظيم، وكانت رسالة من تحت الماء. إجت رسالة من تحت الماء، إجا فيها فلسفة من الموسيقى اللي هو فلسفة وهاب فاتت جنبنا. يعني شوف كيف بيعملوا السباق بين بعضهم. وكانت رسالة من تحت الماء، أوه هزت الدنيا. مع رسالة من تحت الماء كان عبد الوهاب أيضا عامل لحن لأم كلثوم غدا ألقاك، حتى إن جاءت آخر أغنية اللي هي أغنية الوداع بسميها أنا، اللي جلست والخوف بعينيها، من أجمل الألحان ومن أجمل الأداء لعبد الحليم. أنا لهلا ببكي عبد الحليم بعثوا ناس يخربوا عليه وبيقول لهم أغنية عليها اسمعوا بدأ السمع لو سمحتم، وبيخربوا بيحكي كلام ما بيحكي شيء، بتناولوا الصحف. بخصوص قارئة الفنجان ذكرت إن ناس مثل ما ذكر عبد الحليم أرسلوا ناس مدسوسين إلى الحفلة. طبعاً الأغنية درامية، أعتقد الدراما اللي حدثت في هذه الحفلة وطريقة عبد الحليم تصرف مع هؤلاء المشاغبين بكل عظمة، أعتقد يعني أضافت شيء من الخلود يعني إلى يعني أسطورة الأغنية أكثر. أول شيء نحن لازم يعرف كل العالم، نحن عنا مشكل في العالم العربي، يعني أنت لما بتحكي الحق أنت ما لك سمعان بأيها الحق لن تترك لي صاحبة. نعم. هذا من قدم التاريخ، من أيام الأنبياء، من أيام الأولياء. الحق سبحان الله عنا الحق شوي بياخد تعب، بيتعب. يعني اليوم عبد الحليم هو ما حكي إلا الكلمة الجميلة، عم يدافع عن تعبه، عم يدافع عن عظمة الغناء، عم يغني من روحه، وعم يحس انه هاي ممكن تكون اخر اغنية، اغنية الوداع. يا جماعة ارجوكم اسمعوا. يعني ذكرني بالمرحوم فريد، اشتري الحب بالعذاب اشتريه فمن يبيع. الاستاذ وسيم، طبعا لو نشوف عبد الحليم كيف يؤدي الاغنية خاصة في السبعينات، يعني لغة الجسد، حركات يديه، تعابير وجهه، يعني كيف يمثل الأغنية. أنا حقيقة في الفترة الأخيرة أستاذ وسيم قمت في دراسة والبحث في الموسيقى الغربية، من فرانك سيناترا إلى ألفيس بريسلي إلى البيتلز إلى رولينج ستونز. حقيقة مع عظمتهم وفنهم لا أحد منهم يقترب في عبد الحليم في أدائه للأغنية، طريقة تقديمه، تعابيره، حركات يده. بالفترة الأخيرة عبد الحليم طبعا هو كان أستاذ موسيقي ومدرس وعازف آلة الأبوة، فهو أستاذ كبير، هيك قال عنه عبد الوهاب وهيك منعرفه من خلال المغنى أستاذ كبير. فعبد الحليم إذا مثل أستاذ كبير، إذا غنى أستاذ كبير، إذا يعني فنان كامل والكمال إلى الله. أنا كنت أعجب لما يقود الفرقة الموسيقية، أول شيء لو ما كان هو يعني أستاذ كبير ما بيخلوا يقود الفرقة. فعبد الحليم كان قائد للفرقة الماسية، بعدين الفرقة الماسية
كل عمره فرقه ثقيله وبنقوا مين موهوب بيجيبوه بيحطوه بالفرقه. فعبد الحليم سنه 70 لحتى 77 لرحيله، هالسبع سنين رغم مرضه وازداد عليه المرض كان عالم اخر في الغناء. تشوف هو عم يحرك ايديه في معنى، تشوف اي دمعه حزن لما بيقول قلبي دق دق قلت مين على البيبان. فعبد الحليم يعني من السبعين للسبعة وسبعين لا ما في حدا وصل على المكان تبعيته. أنا بحب فريد كتير وبحب أم كلثوم بحب عبد الوهاب، بس ما حدا قدر وصل أمام الميكروفون بمقدرة عبد الحليم حافظ. الأستاذ وسيم يقول الموسيقار الخالد محمد عبد الوهاب يقول أنت تستطيع في مثلا لما تسمع أم كلثوم أو مثلا تسمع حفلتها تغمض عينيك وتتأمل، أما مع عبد الحليم لا تقدر تغمض عينيك لثانية واحدة، يعني تشوف عبد الحليم حركاته على المسرح يعني خفة ظله واندماجه مع الجمهور، يتمازح وياهم يتكلم وياهم يصفق، يعني كان له كاريزما وسحر على المسرح، يعني كان عبد الحليم يظهر بكل أناقة، الكل كان ينتظر يعني شنو آخر صيحة من الأناقة والموضة عبد الحليم، شنو تصفيفة شعره الجديدة في هذا الحفل. فما كان كما يقول عبد الوهاب يعني حركة عبد الحليم وتحركها على المسرح كان شيء جديد في الغناء الشرقي. أحلى من وقف وراء الميكروفون عبد الحليم. عبد الحليم كان إذا عمل هيك شعره يسعدني، عنده حركات يا أخي بتشدك، حركات إيده لما يقفل لما يقفل، لأنه عبد الحليم كان في عنده ذكاء للقط غناء اللي بده يعيش. إجا عبد الحليم على عبد الوهاب خليه يعمل له الويلي الويلي. نعم. عبد الوهاب بطريقته عمل له ظلموه فوق الشوك واللي حاجة، وعبد الحليم أراد يعمل من روحه هو، من روحه هو صار بده قصة فاتت جنبنا. من روحه هو موعود معايا بالعذاب يا قلبي شوف بقينا فين، وابتدى المشوار انت مبسوط معه ابتدى المشوار اخر شي بقول لك اه يا خوفي هو ابتدى بس انا ما بعرف القفله لوين. اذا كلها كانت انا بقناعتي مع حبي لكل الملحنين كلهم عظماء، ما بدنا نمدح واحد على واحد كلهم عظماء كل واحد اجمل من الثاني، لكن عبد الحليم كان هو البارع هو الذكي هو اللي قدر، ومين عنده أجود البضاعة تصير عند عبد الحليم. فريد كما شعوده غنى صار صوت وعود ولحنه، هذا فريد الأطرش. عبد الوهاب بالبدء ما بنسمع غناء، بدنا نتعلم الغناء من صوت عبد الوهاب. فعبد الحليم كان الأزكى الأزكى دائما. هون الويل الويل يا يمة هالخفيفة على حسب ذات، وأنا ماشي سواح كامل الأوساط. شوف كلهم كل واحد أجمل من الثاني أبت من منه، حطهم وراء بعضهم كل ما خلصت وحدة بتشتهي على الثاني. يعني هذه ثقافة عبد الحليم، كان ذكي جدا بيعرف الانتقاء عنده. يعني منير مراد شهره عبد الحليم. يكفي إذا ما بدي يحكي عن الديوتو، بدي يحكي أنا عن بحلم بيك. قديش زكي عبد الحليم وجد هذا ضالته بدك تعمل لي هيك. أول مرة تحبي يا قلبي. هذا اللي عم نحكي إنه عبد الحليم من ذكائه كان كل واحد يطلع فيه يقول له لا أنا ما بدي أعذبك معيدات، أنا شو بدي؟ يكون ضحك الملحن يفهم عليه يعمل له يفصل له على قده. قدر عبد الحليم فات بين عبد الوهاب وبين فريد وكارم محمود وكان عبد العزيز محمود، وكان في اصوات كتير، كان في اصوات شابه مثل عبد الحليم ما نون هلا على اللسان، هدول محاهم دغري. بينما محرم كان سابقه كتير لعبد الحليم وعد وعد. حتى اجى محمد رشدي بلون جديد، طبعا صوت تينور قوي حلو ما عنده قرار، لكن قدروا يعطوه على صوته الحلو الشعبي عبى الدنيا. قدر عبد الحليم يشلحه بدلته الشعبية كمان على حسب داد بسواح ويرجع بقى مثل ما بده عبد الحليم. إذا القرار والمملكة كانت لعبد الحليم وبتضل عبد الحليم. أستاذ وسيم أيضا مثل ما قلت إنه يعني عبد الحليم كان سبب طبعا لشهرة بعض الكتاب والملحنين، لأول مرة أيضا يعني
قبل الفرقة المواسية عبد الحليم كان سبب لشهرة عازفين مجد الحسيني، هاني مهنا، حسن أنور، أحمد فؤاد حسن، عفت. يعني عبد الحليم أيضا قبل ما يقدم الأغنية يقدم جميع أعضاء الفرقة، لو واحد عنده سولو يروح يقدمه، يصفق له، يروح يوقع، يعني يوقف بجنبه. قبل هذا الشيء يعني ما كان موجود أعتقد ولا عقب عبد الحليم. يعني حاليا ما نعرف من هو العازف الأورج الأول، من هو عازف الكمان، يمكن كان في الحفناوي عبد صالح، لكن كفرقة كامل تشتهر كان بفضل عبد الحليم. أيضا أنا مشان مطول بالشرح، هذا الشرح طويل، بس رعطيك شغلة قريبة علي كتير حلوين. كريستين ديور مصمم أزياء فرنسي عالمي. نعم. إذا عمل تأم لبسه عبد الحليم أو لبسه رئيس ولا لبسه عمية الشعب، مين بيوصل له اسمه؟ عبد الحليم، صح؟ آه. إذا عبد الحليم لما أخذ اسم عالمي صار إذا حكي عن عازف كمان انشهر عازف كمان. بعدين أغلب الفرقة اللي كانت مع الأستاذ أحمد فؤاد حسن هني تقريبا من عمر أو أصغر شوي من عبد الحليم، فكان يقول أدلهم واحد واحد ويقول لهم رفاقي وزملائي اللي أنا بشتغل عليه. والفرقة المسية يمكن أنتوا بتسمعوا كتير عزفها، لكن تعرفوش الأستاذ عفت على الناي، الأستاذ عبد الفتاح خيري كمان جاء، الأستاذ محمد مصطفى، الأستاذ نصر عبد المنصف، الأستاذ عبد الغني، الأستاذ كرم، الأستاذ فؤاد، الأستاذ سعيد، الأستاذ إبراهيم عشماوي، الأستاذ جلال، الأستاذ هاني، الأستاذ توني، الأستاذ حسن، الأستاذ محمد سليمان، الأستاذ عبد الحكم. يعني أنا كأني أنا وياهم أسرة واحدة. بس رغم ذلك أحمد فؤاد حسن من كثر ما بيحبه لعبد الحليم خلص لو قعد. بعدين شو بده يقود أحمد فؤاد حسن؟ عم يقود عبد الحليم. بالضبط. أعزائي المشاهدين، يعني في 30 مارس سنة 1977 يوم الأربعاء، وبالتحديد في مستشفى كينغ كوليدج، يعني عبد الحليم رن الجرس غرفته يستغيث بالأطباء الإنجليز، يعني وجاءوا يركضون إلى غرفته. روى عبد الحليم غارق في النزيف، وعبد الحليم فارغ الحياة في هذا اليوم. فارقه في عز الشباب، 47 سنة في عز النجومية، وطبعا ترك محبينه ينتظرون منه من غير ليه، وترك ورحل عن هذا العذاب. تفضل أستاذ وسيم. عبد الحليم لما فارق الحياة هذا كان قدره نتيجة المرض الصعب. عبد الحليم ما هو إنسان عادي، عبد الحليم رحل جسد وبقي فكر وفن خالد إلى الأبد، وإن شاء الله بيكون بالفردوس الأعلى، والله يكتر محبينه ومحبينك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.